سي حاتم المليكي، عن حزب قلب تونس، أي دور ترونه للتحول الرقمي في دفع التنمية الجهوية؟ مسألة مهمة برشا. مقبل عندي بعض التعقيبات. احنا في قلب تونس بالنسبة لنا في 90 يوم الأولى فما مقترح قانون نتاع السياحة الحزبية للمنع نتاعها، اللي ما عجبتش السياسة نتاع الحزب نتاعه ونجم يستقيل ويعطي لواحد آخر من نفس الحزب وعاود يتقدم بعد 5 سنين. مسألة ثانية بالنسبة للبرلمان وتظهر لنا احنا مهمة، هو مسألة النظام الداخلي وخاصة فيما يتعلق في منح الثقة للحكومة. منح الثقة للحكومة تتعطى مرة واحدة، قوش نجيبوا بالوزير بالوزير وشفناها مظاهر مهينة، نجيبوا وزير نبقوا نتداولوا فيه ونسبوا فيه ونعايروا فيه وبعد نعطوا فيه الثقة. المسألة الثالثة هي الجلسات تاع البرلمان تاع 10 سوايع، يعني المواطنين فدوا منهم، يلزم مراجعة هذه باش البرلمان تكون عنده صورة أفضل عند المواطنين. بالنسبة للنقلة الرقمية في تونس احنا حطيناها 4.0 مش حتى 2.0. تونس أنا نتفق مع فكرة أنه أكبر حل لمحاربة الفساد هو الرقمنة. في 94 بدينا نعملوا في 5.6% و7% نسبة نمو وقت اللي دخلنا الأورديناتور للإدارة التونسية. اليوم عندنا فجوة رقمية مع قرابة 20%، 20 سنة بلدو سمح. اليوم ما عادش مسموح في تونس مواطنين شادين الصف، شادين الصف على مضمون، شادين الصف على البوستة، شادين الصف على الضوء، شادين الصف على ستيك. قريب واحد متعدي يلقى الناس شادة الصف يشد معهم الصف وكهو. الصف هذا اللي مجدود عند المواطنين مسألة يلزمها تتنحى بالإدارة الرقمية. مسألة الثانية باش الدولة تنجم تتبع مواطنيها، تشوفهم وقتش نجحوا وقتش فشلوا، مرضوا ولا ما مرضوش، يوصل عمره 10 سنين شو اللي صار له. كل مواطن تونسي يلزم عنده معرف وحيد، رقم ايدنتيفيو يونيك تتابع من خلاله الدولة الوضعية تاع المواطن هذاك. شكرا سيد حاتم.